فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الزكاة لها شروط، لها شروط. أحدها أن يكون الذابح من أهل الزكاة، بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، أن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة سالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الزكاة، فلو ذكي بغير آلة كالضرب والخنق، لهذا قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم قال: إلا ما ذكيتم، دل على أن ما مات بغير زكاة وهو مما يشترط له لحله الزكاة أنه لا يحل، أنه ميتة. وكذلك من شروط صحة الزكاة ذكر اسم الله، ذكر بسم الله، بسم الله عليه. والشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة، وذلك بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين أو قطع الأربعة كلها، الوديجان والمري والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة، أو قطع ثلاثة من الأربعة. هذه هي شروط الزكاة.